طبعا انا موجود لهذه اللحظه. اولا الان في عندي 11 حاله ما بين خدج وما بين اطفال محتاجين رعايه خاصه في هذا القسم، وانا موجود لانه الاطفال موجودين. هناك صعوبه في نقل الحالات هاي الى الجنوب، وذلك لتكدس الحالات في مستشفيات الجنوب. الشغله الثانيه لقله الكوادر الطبيه الموجوده حاليا، طبعا ما فيش قسط او ما فيش جراحه، او صعب ان اترك الاطفال هذول بدون ان تكون هناك كوادر طبيه طلع هؤلاء الحالات. هذا السبب اللي انا اللي موجود علشانه. الشغله الثانيه طبعا اتمنى ان يكون هناك تمديد للهدنه طبعا، وهذا أمنية كل شخص شاف الدمار، شاف الحرب الإبادة اللي كانت موجودة على شعبنا. أنا شخصيا رافض أطلع من الشمال ككل، لأنه اتصلنا إصابات يعني بأعداد هائلة جدا، وما فيش كوادر طبية ولا كوادر تمريضية تستقبل الإصابات هذه.